ولأولى محطاتنا لليوم معكم مشاهدينا رح ننتقل لفقرة جدا مهمة. خلينا متفقين أنه الإدمان بشكل عام هو عادة سلبية وما له أي إيجابيات، مهما كان الشيء اللي مقدمين عليه هو شيء منيح. لهيك اليوم بنعرف أنه في إدمان على الكحول، على المخدرات، على أشياء ممكن أي شخص يدمن عليها، ولكن اليوم رح نتعرف على أنواع جديدة، ما رح أحرق الحلقة، أنواع جديدة من الإدمانات مع ضيفتنا لليوم وهي باتريسيا هاكوب كرونيليان، أخصائية اجتماعية ونفسية أيضا. يسعد صباحك. يا هلا، صباحكم ورد، كيفكم؟ صبايا صباح النور، يعطيكم ألف عافية. هلا فيك، أهلا وسهلا. نحكي عن موضوع كثير مهم، ولا سيما مفهوم الإدمان. كنا عم نذكر بالمقدمة تعريف بسيط اليوم الإدمان، إن كان على المخدرات، الكحول، على أشياء سلبية، على أشخاص أحيانا، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي. عندنا أنواع عديدة للإدمان. خلينا بداية نتعرف من حضرتك شو بنقصد بمفهوم الإدمان وشو هي الأنواع الموجودة. يا هلا فيكم. هلا نحن بشكل عام أول ما بتسمعي الإدمان، العقل تبرمج بشكل لا شعوري إنه الإدمان هو له شقين: إدمان على الكحول والدخان، والإدمان على المخدرات والتعاطي بكل أنواعه. ولكن مع التطور صار في نحن عم نشوف إنه في أسباب تانية، في أنواع تانية للإدمان، هي عم بتخلي الإنسان رايح لطريق، خلينا نقول مع هذا الجيل، لطريق مسد. الإدمان بشكل عام هو سلوك قهري بخلي الإنسان هو عنده حالة لا إرادية، بس بده يوصل لهي المادة أو يوصل يعمل لهيدا السلوك بشكل أو بآخر، بغض النظر عن الدوافع أو شو السبب اللي عم يخليه يعمل هيك، وبغض النظر عن النتائج اللي هو بده يحصدها. اصلا هو ما بيكون حاسس انه في نتائج وخيمه، هو منه حاسس انه عم يعمل شيء غلط، هو بمعناته سلوك قهري وسواسي عم بيخليه يلا بس بدي اعمل هيدا الشيء لحتى انا احصل على ماده معينه او سلوك معين. هيدا الشيء في عندي هون اشخاص بيكون في عندهم خلل بالنظام الدماغي، انه بالتحفيز والتذكير والتوعيه على الوضع اللي هو رايح له. بينما إذا نحن بدنا نحكي عن الإدمان السلوكي، هون نحن عم نتحدث، عم نتوجه لأنه نحن نطلع عن شيء، عن عقاقير طبية، نطلع عن مواد هي سموم عم تدخل للجسم، وبدنا نفوت بحالة وسواسية بتخلي الإنسان بده يعمل هيدا الشيء بشكل أو بآخر، كمان بحالة هوسية وقهرية أنه أنا بس بدي أنه أعمل هيدا الشيء. في أنواع كثيرة للإدمان، بتحبوا نحن نبدأ فيها؟ طبعاً. يلا هلأ الإدمان أنواعه، أول شيء في عنا الإدمان الإلكتروني. خلينا نحكي الإدمان الإلكتروني بعدة مجالات: الإدمان على أنه أفتح مواقع تواصل اجتماعي، الإدمان أنه أنا بس بدي أعمل شات مع أشخاص بأنا شخصية وهمية، خليني أقول ابتزاز عم بيكون كمان على الأشخاص معينين بصور أو برسائل، بيفوتوا على صفحاتهم بياخذوا صور بيطبقوها بيصيروا بيبتزوهم، صارت حاله كمان ادمانيه. او انه بس بدي افتح فيسبوك بتلاقي عالم بس هي قاعده على وسائل التواصل. في عندي الادمان متابعه التسوق عبر النت، هي نحن تميزنا فيها عن الذكور، بس بتلاقيهم قاعدين، صارت حتى سهولة الوصول للمادة نفسها اللي هي النت متاح بشكل دائم شبه مجاني، يعني شو الفاتورة اللي نحن عم ندفع على هي ولا شيء، فهو بس قاعدين يلا يلا يلا، وانسحبنا بطريقة غير مباشرة لحتى انه يكون في تسوق عبر النت. الإدمان على الألعاب الإلكترونية يلي بتلاقي كتير شباب هن قاعدين كل وقتهم فقط عم بيعملوا الألعاب، حتى فيها كثير من العنف وفيها كثير من الأذى على الأولاد. ننتقل لنوع ثاني من الإدمان، في عندي الإدمان على الكحول، في عندي الإدمان على الدخان. كان دخان، صرنا دخان وأرجيلة، صرنا السيجارات الإلكترونية، الحمد لله نحن عم بيصير في عنا أبديت على أنواع الإدمان. مننتقل كمان لأنواع الإدمان الجنسي، في عندي الهوس الجنسي اللي بتلاقي نحن هون ما منقول لواحد عنده إدمان جنسي، يعني هو عنده ممارسة جنسية 2 أو 3 أو 4 مرات مثلاً إنه بالنهار، لأن نحن عم نحكي أكثر، خلينا نقول 4 أو 5 مرات باليوم الواحد بشكل يومي. فهون نحن صرنا عم نحكي بهوس جنسي، فكمان هذا إدمان للحالة بيوصلوا كتير سيدات أو بيوصلوا كتير رجال إنه هن علاقتهم الزوجية انخربت من وراء هيدا الشيء. في عندي الإدمان لمتابعة مواقع التواصل الإباحية والأفلام الإباحية وما تحتها، بيندرج في كتير مشاكل، بيوصلوا السيدات أو الرجال اللي بيتابعوا هيدا الشيء لحالة من إنه هن
حتى عم بيحضروا لمجرد انه هن يحضروا ما عم بيحسوا بالمتعه او بالاستثاره، لا هن بس بدهم انه يتابعوا المواقع، او حتى وقت اللي عم يوصلوا للعلاقه الحميمه هن عم بيعانوا من مشكله انه عم بيتخيلوا الفيلم بدل ما هن عم بيعيشوا الحاله اللي عايشينها. وكمان نحن عم نوقع بمشكلة تانية، عم بيتخيلوا انه هن الابطال وما عم بيقدروا يحققوا البطولة اللي بتتحقق الافلام، لانه خلينا نكون منطقيين هي كلياتها افلام وليس واقع. هون كمان فئة الشباب عم يوصلوا لحتى هن بدهم ياخذوا منشطات ليصيروا مثلهم، وعم بيصير في عنا حالات ادمان تانية من بالمنشطات كمان من ناحية جنسية. في عندي كمان الادمان على ممارسة العادة السرية، حتى بتصير بعد الزواج الشريك إن كان الزوج أو الزوجة كمان ما بيحسوا بالمتعة غير بالعادة السرية، لأنه هن انطلعوا عن نطاق إنه الإحساس بالآخر، صاروا هن بدهم يحسوا بشيء بعالم تاني عايشينه. في عندي الإدمان على المخدرات بكل أنواعها، طبعا ما فينا ما نذكرها ضمن الإدمان. في عندي إدمان على ألعاب المخاطرة اللي بتلاقيهم صاروا انه بيشجعوا بعض، وعم تطلع بقى على النت انه هذا بخاطر، صاروا عم بيتشجعوا، وصار سهولة التنقل عم بيقدروا ببلاد برا يطبقوها بشكل اكبر من عنا. كمان في عنا الادمان على التسول، في اشخاص هنا اوريدي مع مصاري بس حاله التسول هي صارت حاله ادمانيه، وليس انه هن محتاجين مصاري، او خلينا نقول بالمعنى العام مش حاده. في عنا ادمان السرقه، في اشخاص هي مانا سرقه لحاجه، بتلاقي في سيدات مثلا بيفوتوا على بيوت بتلاقي انه سرق بجوز اطرميه سكر، سرق من ساعه صغيره، يعني ما لهم قيمه، ولكن هي مو لانه محتاج الشيء، ولكن هو صار عاده عندها اياها، لانه المخ بيفرز ماده هرمون دوبامين اللي هو عم بيعطيهم شعور المتعه، فهنا صار بطريقه او باخرى بدهم يحصلوا على هذا الشعور نتيجه العاده الادمانيه او السلوك الادماني اللي اسلوله. وفي عنا الادمان على الرياضه، ممارسه الرياضه، الشباب هي شوي اكثر من البنات، صار هوسهم العضلات. يمكن انا هون في شويه شريحه من الناس رح تتزاول مني، بس انه ما انا ممارسه الرياضه هي ساعه ساعتين انه اوكي مهمة ومفيدة لبناء جسم، ما شيء سلبي كمان، ما شيء سلبي، بس وقت اللي انت عم بتقضي مثلا بنادي الرياضة 4 و5 و6 ساعات، فهون صار انت متى ما صارت عادة متكررة بتواتر يومي، فهون صارت سلوك إدماني، بيوصل انه ما بيقدر، بجوز انه هو ما يقدر يروح على نشاط معين، لا لانه انا عندي رياضة، صارت العقل هو بس انه انا لابني جسم. في عنا الإدمان على السهر، انه هذا هلا بحكي لكم اياه تابع مع نحن هذا ادمان العصر، خلينا نقول يعني هلا جيل الشباب وحتى المراهقين وحتى الاطفال، هلا عم نشوفهم بعد العطله كمان عم يسهروا كثير. خلينا باتي هيك معك نتعرف على السبب الرئيسي للادمان، شو ما كان لسه في انواع، لسه في انواع. طب يلا خلينا نكفي مشان في عنا انواع. في عنا كمان الادمان على لعبه الطاوله والشده. كنا قبل نفوت على الكافيه تلاقي الناس قاعدين عادي عم بياخذوا بيعطوا بيحكوا، وصلنا لمرحله الموبايلات، صرنا هلا الموبايل مع الارجيله والطاوله الشده ممدوده. بتلاقي بتفوتي على معظم الكافيهات كلياتهم جروبات عم يلعبوا شده، حلوه لعبه الشده، حلوه لعبه الطاوله، شغلات مسليه، بس انها تكون خلينا نقول بالصدف مره بالاسبوع بس. هي صارت في مجموعات عم بيكونوا مجموعات هن، انه هدول هن اول شيء صار عندهم تقوقع حول هالمجموعه نفسها، ما عم بيكون في عندهم اشخاص داخلين، هن شله الشده خلينا نقول، عم بيشوفوا بعض بشكل يومي. وتحت ادمان الشده في عنا انواع ثانيه من الادمان، اللي قاعد عم بيلعب شده بشكل يومي شو بده يكون؟ عم بيدخن، عم بيشرب، فنحن صرنا بنوع ادمان ثاني وثالث من ادمان واحد، ونفسها هي عم تخليكي تسهري. فشوفي ادمان الشده بحد ذاته او لعبه الشده وين عم تخليكي، مبتعدي عن الرفقات، مبتعدي عن العالم، مبتعدي عن الاصدقاء، انت بس صار عندك هي الشله. ضفتي حضرتك او الصبيه انه في ادمان الاصدقاء، صحيح. ايه انه بتلاقي انه لا مو صح انه انا عندي فقط هذا الصديق، اوكي كلياتنا عنا البيست تبعيتنا او رفيقتنا او الاساسيه اللي نحن دائما بنشكي لهمنا وبنتسلى نحن وياها، ولكن مو لتصير بشكل يومي انا ما بقعد يعني بقضي غير معها، نادرا ما اطلع مع جروبات ثانيه،
كمان هي مشكلة كتير عم بيقعوا فيها الشباب. وبالأخير في نحن عنا الإدمان على تناول العقاقير الطبية والمهدئات والمنومات وما إلى ذلك. طيب بعطي خلينا هيك نرجع للسبب الجوهري لجميع أنواع هي الإدمانات، ممكن يكون إلى جميع سبب جوهري واحد ولا لكل نوع في له سبب مختلف عن الثاني؟ هلا صديقتي نحن ما فينا ننفي اول شيء التاريخ الوراثي بالعائله. يعني اذا في عندي حدا عنده هالسلوك الادماني وراثه فخلص صار في عنده، لانه التاريخ العائلي لانه في عندهم حدا عنده هيدا الادمان تعودوا على نوع، بجوز العين تعودت تشوف فحبت تقلد. في عندي ما فيني انا انكر العوامل البيئيه والنفسيه والاجتماعيه هي السبب. ممكن الفراغ كمان يعمل ادمان، الفراغ، الوحده. في بتلاقي مثلا اشخاص اضطرت تسافر من بلد لبلد، تقعد ببلد معينه سنه سنتين ثلاثه اربعه لحتى مثلا تقدر ترجع تسافر للبلد الثاني اللي بتروح له. خلينا نحكي بالفتره الاخيره كثير في اشخاص شهدت هي الفراغ اللي قعدوا فيه ببلاد ثانيه، مثلا شو بدهم يقعدوا يعملوا، بيشتغلوا ساعه ساعتين ثلاثه اربعه. وبعدين نمط، حتى نمط اختيار العمل، احيانا في اشخاص شغلهم من التسعه للتنتين وبعدين ما عم بيعبوا وقتهم بشغلات متنوعه فعم بيلجؤوا لواحد من هدول الادمانات. في عنا الاسره، الاسره هي الارض والتربه الخصبه اللي بتخليك يا اما بتنمي عليها الرذيله يا بتنمي عليها الفضيله. فعندك هون الاسره هي شو عم تزرع بولادها، اذا كانت بجوز كمان كثير متشدده وكثير قاسيه وكثير بتتبع سلسله حرمانات، كمان في عندي الولد عم بينشا لانه بده يهرب، او ان كان دلال مفرط وغنج وشو بدك ماما وبابي خود يلي بدك يا انت متوفر، انا من يوم ماني فاضيه طالع اسهر مع رفقاتي، الدرج مليان وصار شو بدك خود وروح اعمل تسلى مع رفقاتك. في عنا احيانا بيصير معه صدمه شخص من مثلا وفاه حدا غالي عليه او سمع عن حاله وحدا ثاني بخصه انصاب بمرض معين او حادث ادى لانه صار في عنا عطب، كمان بياثر هذا الشيء. طلاق، الانفصال، الاهل، احيانا مدارس بتطرد الولد انه مشاغب او عنده سلوكيات معينه بتطرده من المدرسه، اذا كان في اهل الاهل حاضرين ولكن غايبين بوجودهم الفعلي، ان كان الاهل مسافرين الاهل متوفين، اللي رح يسحبه هو الشارع. حاله اكتئاب شديده، حاله حزن، او هي بسهوله بينسحبوا لهدول السلوكيات. تمام باتريسيا، ذكرتي اسباب اليوم عديده للادمان، ولا سيما هي الاسباب ممكن بتفرق من شخص للثاني حسب الحاله عنده، الحاله اللي هو عم يعيش فيها. خلينا نحكي كمان اليوم الادمان يمكن هو اكثر شيء بياثر على فئه الشباب المراهقين اليوم، شو هي الاعراض او الاثار اللي ممكن تنتج عند هذا الشيء الجيل من الشباب، ان كانت نفسيه، حضرتك اخصائيه نفسيه، شو هو الشيء اللي ممكن اليوم يتعرضوا له، ان كان من قلق، من اكتئاب، من انعزال؟ خبرينا اكثر عن الاثار النفسيه السلبيه على جيل الشباب. اول شيء صار في عندهم انسحاب اجتماعي، صاروا عاملين قوقعه حول الفئه اللي هن عم بتقدم لهم هيدي الحاله او هيدا الماده. خلينا نقول في عندي ال حاله قلق وتوتر دائمين، لانه انا مثلا ما عاد عم بتهنى اطلع مشوار، لانه انا هلا بدي مثلا موعد رفقاتي الساعه 8، بدي نروح مثلا خليني اقول انه نلعب شده، فانه انا حتى ما عدت مستمتعه بالطلعه مع اهلي لانه انا ما بدي اتاخر على رفقاتي، لانه صار في عندي خلص عايشين بحاله قلق دائم ليوصلوا للماده اللي هن عم بتخليهم او للسلوك اللي عم بخليهم هن دائما عم يوصل بيعطيهم شعور اللذه والسعاده والنشوه، انه خلص انا وصلت لاني للمكان اللي بدي اياه، عم بخليهم انعزاليين عن باقي رفقاتهم، انعزاليين عن اهلهم. احيانا في اشخاص عم تفقد مهنتها، عم تفقد شغلها، خليني اقول الشخص مثلا الادمان الكحولي عم بيفقد عم بيفقد تركيزه، عم ريحته بتكون اوريدي هي مانا ظابطه، ماديا عم بيخسر كثير، واهم هيك اضرار على الكبد على الجسم، يعني كثير عم تكون لها اثار، مانا ولا اثر ولا اثنين ولا ثلاثه، كل واحد عندك حسب الشخص نفسه وحسب شدته وتكراراته للادمان ولنوع الادمان. بعطي خلينا ننتقل للاشخاص المحصنين او اللي هم محصنين حالهم ضد انهم يقعوا باي نوع من انواع الادمانات يلي ذكرناها اليوم، هدول الاشخاص كيف ممكن اللي مانن قدرانين لسه يحصنوا حالهم، كيف بيقدروا يحصنوا حالهم، واللي محصنين حالهم شو
هي الوصفه اللي محصنين حالهم فيها لحتى ما يقدروا؟ بحكي انا عن حالي بكل بساطه، يعبي الواحد وقته، لانه الفراغ هو خليني ما بدي انا افوت بالتفاصيل بالديتايل الصغيره انه الاكتئاب او صار في عنده شده نفسيه، خليني احكي المجمل العام هو انه يعبي وقته، وقت اللي في فراغ معناتها انت صرتي عم تنسحبي لكثير امور، نحط برنامج انه انا بدي يكون في عندي عده انشطه، تطوير مهارات ان كان باللغات ان كان بالقراءه ان كان خليني اعطي مثلا لفئه الشباب الصغيره، نحن قاعدين على النت، حلو النت، فكره كثير حلوه انه كل يوم مثلا يجيبوا دفتر صغير، كل يوم يقروا معلومتين ثلاثه عن اي مجال، خليني اقول عن الكواكب، عالم البحار، عن الرياضه، عن السباقات، مين اول مثلا، مين اخترع، خليني اقول الطاوله الزهر، يدوروا النت صار فيه معلومات حلوه بيكتبوها ويدونوها، هن بعد 360 يوم من هيدا السلوك صار في عندهم اذا معلومه معلومه كل يوم 360 معلومه، عبوا وقتهم، صاروا مثقفين، اذا هن ماديا مو قادرين يروحوا يسجلوا خليني اقول دورات، حتى في على النت بيقدروا يتعلموا شغلات، بس انه انا استسلم لحتى انا انساق لهدول السلوكيات هذا الشيء غلط، تابعت الوقت هو اهم عامل. اكيد بالختام معلومات كثير مهمه، بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمتيها لليوم، كنتي معنا باتريسيا هاكو كورونليان، اهلا وسهلا فيك. هلا فيكم صبايا، ميرسي لكم، شكرا لك باتي، اهلا وسهلا فيك. هلا فيكم، هلا طلوا بخير.